الرئيس السيسي ينعى ببالغ الحزن والأسى رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي إثر وفاته في عملية اغتيال غادرة. الرئيس السيسي يتبادل التهنئة مع زعماء الدول العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك. حجاج بيت الله الحرام يؤدون ركن الحج الأعظم بالوقوف على جبل عرفات 6 مساء بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت جرينتش. قصة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. نعى رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي الذي توفي إثر عملية اغتيال غادرة. وعلى صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أكد الرئيس السيسي أنه تلقى ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة شينزو آبي، موضحا أنه كان صديقا مخلصا لمصر ومحبا وداعما لها في كل الأوقات والظروف. وأضاف الرئيس السيسي أن العلاقات الثنائية بين مصر واليابان شهدت في عهده تطورا غير مسبوق على جميع الأصعدة، موجها التعزية للشعب الياباني لفقدانه مثل هذا القائد العظيم. هذا وأكد الرئيس السيسي أن مصر لن تنسى ما قدمه شينزو آبي من جهود مخلصة لتعزيز تعاوننا، وستعمل على تخليد اسمه كما ينبغي. هذا فيما أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة عن عميق حزنه وخالص عزائه ومواساته للشعب الياباني الشقيق في وفاة رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي. وأوضح متحدث الرئاسة أن شينزو آبي كان زعيما استثنائيا لليابان وصديقا لمصر وداعما قويا لمسيرة التنمية في مصر في إطار العلاقات المصرية اليابانية المتميزة التي ساهم الفقيد في ترسيخها، داعيا الله أن يلهم مصرته الصبر والسلوان وأن تواصل اليابان مسيرة التقدم والازدهار. أجرى رئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي تمنى للإمارات الشقيقة وللأمة العربية والإسلامية كل تقدم واستقرار، كما أعرب الشيخ محمد بن زايد من جانبه عن الشكر والامتنان للرئيس السيسي على التهنئة الكريمة، متمنيا لمصر كل الازدهار والرخاء. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن أمير قطر توجه بالتهنئة للسيد الرئيس بمناسبة حلول عيد الأضحى، متمنيا لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار. وقد أعرب السيد الرئيس عن خالص شكره وامتنانه للأمير تميم بن حمد، متمنيا للشعب القطري وكافة الشعوب العربية الشقيقة كل الخير والتقدم والاستقرار. كما تلقى رئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود. ويأتي الاتصال للتهنئة بعيد الأضحى المبارك، ودعا الأمير فهد الله تعالى أن ينعم على البلدين الشقيقين بالخير والبركات. من جانبه أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق كل الخير والتقدم والازدهار. كما أجرى رئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع أمير دولة الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وتوجه الرئيس السيسي إلى شقيقه أمير الكويت بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معربا عن خالص تمنياته بالتقدم والازدهار لدولة الكويت حكومة وشعبا. من جانبه أعرب أمير دولة الكويت عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة للسيد الرئيس، متمنيا لمصر حكومة وشعبا كل تقدم وازدهار وسلام.
أجرى رئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون. وتقدم الرئيس السيسي بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معربا عن خالص تمنياته للجزائر وشعبها الشقيق بدوام الاستقرار والتقدم. من جانبه أعرب الرئيس الجزائري عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الأخوية، متمنيا لمصر حكومة وشعبا كل التوفيق والازدهار. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاذمي، حيث تقدم سيادته بالتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا للعراق وشعبها الشقيق كل الخير والازدهار. من جانبه أعرب رئيس الوزراء العراقي عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية من أخيه الرئيس السيسي، متمنيا لمصر وشعبها دوام التقدم والرخاء. أجرى رئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين. وقد توجه الرئيس السيسي بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين الشقيقة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. هذا وأعرب جلالة الملك حمد عن خالص تقديره للسيد الرئيس على تهنئته الكريمة، متمنيا لمصر قيادة وشعبا كل الخير والازدهار. هذا وتبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات التهنئة مع ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وأعرب الرئيس السيسي في برقياته للزعماء العرب والمسلمين عن أصدق تهانيه لهم ولشعوبهم الشقيقة بهذه المناسبة، وأن يعيدها عليهم بالخير واليمن والبركات، معربا عن أمله أن تسود روح التضامن والترابط بين شعوب الأمة من أجل مستقبل يسوده السلام والرخاء لجميع المسلمين حول العالم. كما تلقى الرئيس السيسي برقيات تهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن أصدق تهانيهم لسيادته وأطيب التمنيات لمصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء مصر المسلمين بالخارج بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وفي برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها السفارات وقنصليات مصر بالخارج، أكد الرئيس السيسي أنه يبعث إليهم بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله تعالى أن يجعله عيدا مباركا وأن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات. إلى ذلك هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والأمتين الإسلامية والعربية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، عاد الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والأمن والسلام واليمن والبركات. وفي بيان أكد شيخ الأزهر الشريف أن هذه المناسبة العطرة ستظل رمزا للتضحية والفداء والامتثال لأمر الله عز وجل، ودعا المسلمين لإحياء هذه المناسبة المباركة بتعظيم شعائر الله والتقرب إليه بالطاعات والعبادات والأعمال الصالحة. هنأ رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يوفقه في استكمال مسيرة العطاء المخلصة لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة وقوية تحقق مستقبلا أفضل لمصر وشعبها. كما تقدم حسين زين بالتهنئة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وللسادة الوزراء وكبار رجال الدولة، وشدد زين على أن ما تحقق من إنجازات وتنمية في كافة المجالات في ظل القيادة الواعية الحكيمة يؤكد أننا نسير بخطى ثابتة على الطريق الصحيح نحو جمهورية جديدة تحقق أمال وتطلعات شعبها، وتؤكد على مكانة ودور مصر الفاعل إقليميا ودوليا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
كل عام وحضراتكم بخير. يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء الركن الأعظم من الحج بالوقوف على جبل عرفات. وأدى الحجاج صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا في مسجد نمرة. هذا ويبدأ حجاج بيت الله الحرام بعد غروب الشمس التوجه من عرفات إلى مشعر المزدلفة، حيث يقومون بتأدية صلاتي المغرب والعشاء والمبيت بالمزدلفة حتى فجر غد العاشر من ذي الحجة، ثم التوجه إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة. وعلى صعيده أكثر من مليون حاج جاءوا من كل فج عميق في مشهد مهيب يباهي الله به أهل السماء. من بين تلك الجموع 20,000 حاج مصري قدمت لهم وزارة الداخلية كافة الخدمات، فهي المشرفة على بعثة الحج المصرية. لبيك لا شريك لك لبيك،
نعمك لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا. أعلنت وزارة الداخلية تقديم خدماتها لعشرين ألف حاج مصري. وأوضحت الوزارة أن من بين جموع الحجاج أسر شهداء الشرطة الذين قدمت لهم الحج هدية روحية وإنسانية تعبيرا عن تقدير مصر لشهدائها. لبيك اللهم لبيك. عرفات يقف على صعيده أكثر من مليون حاج جاءوا من كل فج عميق في مشهد مهيب يباهي الله به أهل السماء. من بين تلك الجموع 20,000 حاج مصري قدمت لهم وزارة الداخلية كافة الخدمات، فهي المشرفة على بعثة الحج المصرية. المشهد عظيم والجمع كبير هنا، ومن بين الجموع أسر شهداء الشرطة والذين قدمت لهم وزارة الداخلية الحج هدية روحية وإنسانية تعبيرا عن تقدير مصر لشهدائها. أنا مبسوطة جدا بوقوفي على عرفة، ودي أجمل هدية سيادة الرئيس قدمها لنا النهاردة وأدخلت البهجة علينا، وربنا يا رب يجعله في ميزان حسناته. أحلى هدية، أحلى هدية من عند ربنا، وهم من ربنا يرحمهم ويسامحهم، ربنا يبارك في أولادهم وذريتهم. نشكركم، نشكر القيادات كلها، نشكر الضباط اللي معانا. والله بص الله يصلح حالكم، كل حاجة هنا بكفاية. الله يصلح حالهم كمان وكمان وكمان، وينصر مصر على من يعاديه. الحمد لله للشهداء، الشرطة اللي هم بيحبونا ويعزونا ومكرميننا. أحلى هدية هي هدية الحج، وربنا يوفقكم ويقدركم على الخير اللي انتم فيه يا رب، ربنا يوفقكم. وقد وضعت وزارة الداخلية خطة متكاملة لضمان نفرة ناجحة للحجاج عقب مغيب شمس يوم عرفة، فالحافلات بالقرب من المخيمات وضباط وأفراد بعثة حج القرعة يشرفون على استقلالهم الحافلات حتى تسكينهم بمخيماتهم بمنى. أخذت وزارة الداخلية على عاتقها توفير كافة سبل الراحة للحجاج المصريين في المشاعر المقدسة بالتنسيق مع السلطات السعودية لأداء مناسكهم في سهولة ويسر. لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. بعد أن أتم ضيوف الرحمن تصعيدهم بمشعر منى قدوا اليوم شعائرهم بصعيد عرفات باعتباره ركن الحج الأعظم. يأتي ذلك وسط إجراءات ميسرة من خلال التواجد الشرطي بمناطق المشاعر والتأمين الطبي لها. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. ها هم ضيوف الرحمن جاءوا من كل حدب وصوب، جاءوا ملبين نداء الرحمن بأداء فريضة الحج وسط إجراءات لوجستية ميسرة حرصت عليها السلطات السعودية لتأمين تفويج ضيوف الرحمن إلى مناطق المشاعر المقدسة. البعثة الطبية المصرية وضعت خطة لتأمين الطبي للحجاج المصريين بأماكن مخيماتهم بالتنسيق مع السلطات السعودية. احنا كان في عندنا منومين في المستشفيات ثلاث حالات، الحمد لله تم تصعيدهم لعرفة اللي كانوا منومين في مستشفيات مكة. في عندنا خمس حالات فشل كلوي وتم التنسيق ليهم وعملوا جلسات غسيل كلوي أمس صباحا في حالتين منهم عشان يبقى إن شاء الله يبقى النهاردة ما فيش ليهم موعيد للجلسات، وبقية الحالات هتغسل إن شاء الله بكرة. فيما يخص هنا في المخيمات، احنا هنا عاملين داخل العيادة في داخل المخيم بتاعنا بتاع البعثة الطبية عشان أي حالة تتوجه لنا للمكان هنا وتتلقى الخدمة الطبية اللازمة، ولو في أي حالة من الحالات موجودة في مكان بعيد ما تقدرش توصل لحد هنا احنا الفريق هيطلع يوصلها لحد المخيم اللي هي فيه. هيتم المرور على المستشفيات اللي موجودة هنا في عرفة وعددها أربع مستشفيات عشان
متابعة الحجاج وحصر لو في أي حالات من الحجاج المصريين موجودين. كما سعت مؤسسة الحج السعودي على توفير مخيمات تليق بتلك الرحلة المقدسة ليكون موسم الحج هذا العام موسما استثنائيا، أجواء روحانية انتابت ضيوف الرحمن خلال أداء المناسك داعين الله بالقبول. ربنا كرمنا السنة دي إن احنا جينا في المكان ده أولا، قدلنا سنتين محرمين منه من المكان ده، وربنا يعني بجازي كمان ان المكان ده مكان مقدس، واللي ربنا كرمنا ان النهاردة الجمعة اولا، والحمد لله رب العالمين. يعني الخدمة هنا ما شاء الله الله اكبر يعني عليها متميزة جدا، الحمد لله ده كرم من ربنا علينا يعني، وده نحمد ونشكر فضله. الخدمات العلاجية زي الفل، اي حد بيروح بيدوا له علاج ويوفروا له العلاج بتاعه في اي وقت، واحسن حاجه هنا العلاج وان مهتمين بينا والنظافه، كل حاجه هنا زي الفل. في نعيم والحمد لله، في نعمه كنت بحلم بها العمر كله. بقى لنا 3 ايام ناخد علاج ببلاش مجانا وكل حاجه. حلاوه بقى كده ما فيش، ربنا يتقبل منا يا رب ومنك يا رب ويحسن اعمالنا كلها يا رب. اجواء روحانيه يعيشها ضيوف الرحمن لوقوفهم بمشعر عرفات لاداء الركن الاعظم من الحج بعد طول اشتياق، داعين الله ان يعودوا الى ديارهم سالمين غانمين وان يتقبل حجتهم. محمد حلمي، التلفزيون المصري. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك الملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن
والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك الله. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي دعم الحكومة المستمر لدور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في تلقي وتوجيه الشكاوى لجهات الاختصاص والرد عليها إلكترونيا في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكواهم بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية الأخرى. جاء ذلك خلال استعراض رئيس الوزراء تقريرا بشأن موقف تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر يونيو الماضي. وأوضح رئيس منظومة الشكاوى طارق الرفاعي أن المنظومة تلقت وتعاملت مع 106,000 شكوى واستغاثة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من المراجعة والفحص المبدئي ل 103,000 شكوى وجاري استكمال ومراجعة وفحص 3,000 شكوى وطلب تمهيدا لاتخاذ ما يلزم بشأنها. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت الداخلية من ضبط 427 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 103 أطنان مواد غذائية وغير غذائية خلال 24 ساعة. ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 65 طن مواد غذائية وغير غذائية، كما تم ضبط أكثر من 38 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية. أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 623 قضية، من بينها 191 قضية خبز ناقص الوزن و159 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط قضيتين بمضبوطات بلغت قرابة 48 طن أقماح محلية. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها. وزراء خارجية مجموعة العشرين يبحثون تداعيات الأزمة الأوكرانية. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لا ترفض محادثات السلام بشأن أوكرانيا، ولكن كلما تأخر بدء هذه المحادثات زادت صعوبة التفاوض. وفي كلمة له خلال اجتماع مع زعماء أحزاب مجلس الدوما قال بوتين أنه يجب على من يرفضون البدء في محادثات السلام أن يعلموا أنه كلما استغرق الأمر وقتا أطول سيكون من الصعب التفاوض، مشددا على أن بلاده مستعدة للتفاوض على السلام. أعلن البرلمان الروسي أن مجلس الاتحاد بصدد إصدار قرار يحظر على سفير بريطانيا لدى موسكو دخول المجلس على أساس مبدأ المعاملة بالمثل. وقال رئيس لجنة الشؤون التنظيمية بمجلس الاتحاد الروسي إن اللجنة بصدد اتخاذ قرار لا يتيح للسفير البريطاني لدى روسيا وموظفي السفارة البريطانية الآخرين الفرصة لزيارة المجلس.
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن الولايات المتحدة نشدت روسيا لاعتراف بالمرتزقة في أوكرانيا كمقاتلين، مشيرا إلى أن الموضوع لم يذهب أبعد من ذلك. وقال ريابكوف إن هناك إشارة معينة من الجانب الأمريكي تركز بشكل أساسي على أنه يجب تصنيف هؤلاء الأشخاص كمقاتلين بالمعنى المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف، ويجب أن يخضعوا لالتزامات محددة. Very rapidly in the US and will possibly be introduced somewhere in Europe. It would require a military response on the Russian part. أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي عن أمله ألا تتغير سياسة المملكة المتحدة تجاه أوكرانيا بعد استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وقال زيلنسكي إن جونسون قدم الكثير إلى أوكرانيا، معربا عن اعتقاده أن المملكة المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا. وأعرب الرئيس الأوكراني عن أمله في ألا يبطئ رئيس الوزراء المنتخب حديثا في المملكة المتحدة الدعم لأوكرانيا، لا سيما من الناحية العسكرية. دعا وزير خارجية أوكرانيا ديمترو كوليبا دول المحيط الأوقيانوسي للانضمام إلى العقوبة الدولية المفروضة ضد روسيا والحد من نشاطها البحري في مياهها الإقليمية ومنع روسيا من استخدام ولاياتها القضائية للإفلات من العقوبات. وخلال خطابه في منتدى جزر المحيط الهادئ، طلب كوليبا دول المحيط الأوقيانوسية مواصلة دعم أوكرانيا في الأمم المتحدة والتصويت على القرارات التي تدعم كييف والانضمام إلى العقوبات الدولية ضد روسيا والحد من النشاط البحري لروسيا في مياهها الإقليمية ومنع روسيا من استخدام صلاحياتها للتهرب من العقوبات. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير النظامين لصواريخ خاربون المضادة للسفن قدمتهما بريطانيا لأوكرانيا، وذلك في منطقة أوديسا. وتعد أنظمة الصواريخ التي صممتها الولايات المتحدة واحدة من عدة أسلحة قدمتها دول حلف شمال الأطلنطي إلى أوكرانيا منذ بدء الأزمة الأوكرانية. من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا تستعد للهجوم على مدينة سيفرسك الأوكرانية. وفي بيان لها، أضافت الوزارة البريطانية أن القوات الروسية ستتوقف مؤقتا على الأرجح لإعادة التزود بالإمدادات قبل القيام بعمليات هجومية جديدة في منطقة دونيسك أوبلاست. وقالت الوزارة إن هناك احتمالا واقعيا أن يكون الهدف التكتيكي الفوري لروسيا هو سيفرسك، حيث تحاول قواتها التقدم نحو هدف فيها الأكثر ترجيحا في منطقة سلوفيانسك وكراماتورسك الحضرية. قال مسؤول غربي حضر اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في إندونيسيا إن الاجتماع أظهر تأييدا بالإجماع لمطالبة روسيا بإنهاء الحصار الذي تفرضه على صادرات الحبوب الأوكرانية. وأضاف المسؤول أنه يأمل في أن يكون من نتيجة هذا الاجتماع أن ترى روسيا حجم الإجماع الدولي على ضرورة إحراز تقدم في قضية الحبوب. وللمزيد نتابع التقرير التالي. حول الأزمة الأوكرانية وتداعياتها ومواجهة انعدام الأمن الغذائي العالمي وتقلب أسعار الطاقة، يعقد وزراء خارجية دول مجموعة العشرين اجتماعهم لمناقشة تداعيات تلك الأزمة التي تشارك بها روسيا. مشاركة موسكو في فعاليات القمة قد تحول عن إصدار بيان مشترك للمجموعة بشأن أوكرانيا وسط قلق أوروبي من استغلال روسيا القمة في الحصول على تأييد واسع لعملياتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا. الناطقة باسم وزير الخارجية الأوروبي جوزيف بوريل أعربت عن رفض الاتحاد الأوروبي استخدام روسيا لقاءات مجموعة العشرين في إندونيسيا كمنصة للدعاية بشأن الأزمة الأوكرانية.
وعبرت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي في بدء الاجتماع عن أمل جاكرتا في أن تجد طرقا للمضي قدما من خلال مناقشات مجموعة العشرين. إندونيسيا الدولة المستضيفة للقمة أعربت عن مخاوفها من تزايد أزمة الأمن الغذائي التي يشهدها العالم، مشيرة على لسان وزيرة خارجيتها ريتنو مارسودي إلى أن الدول النامية وذات الدخل المنخفض هي الأكثر تأثرا بالأزمة الأوكرانية، وداعية إلى سرعة إنهاء الأزمة في أسرع وقت وتسوية الخلافات على طاولة المفاوضات وليس في ساحة المعركة. ويشمل جدول أعمال القمة أيضاً اجتماعاً مغلقاً بين كبار الدبلوماسيين من دول مجموعة العشرين بما في ذلك الصين والهند والولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا وكندا واليابان وجنوب أفريقيا، فضلاً عن محادثات ثنائية. وزير الخارجية الصيني وانغ بي أعرب عن رفض بلاده أي عمل من شأنه تصعيد المواجهة بين التكتلات وإطلاق شرارة حرب باردة جديدة. من جهتها دعت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي وزراء خارجية دول مجموعة العشرين المشاركين في اجتماعات المجموعة بجزيرة بالي الإندونيسية على العمل من أجل إيجاد سبل لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وفي كلمتها خلال جلسة مشتركة لوزراء مجموعة العشرين، أشادت وزيرة الخارجية الإندونيسية القادة بأن يعملوا على إنهاء الأزمة الأوكرانية، وأضافت أن المسؤولية تحتم على الجميع العمل من أجل إنهاء هذه الحرب بصورة عاجلة، ويجب تسوية الخلافات على مائدة التفاوض وليس في ميدان القتال. طالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين خلال المحادثات المغلقة لمجموعة العشرين في بالي طالب موسكو بالسماح بشحن الحبوب من أوكرانيا. وشدد بلينكين على أنه يجب على روسيا عدم إغلاق المرافق ومنع أوكرانيا من تصدير الحبوب. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده قدمت العديد من المساعدات المالية للتعامل مع نقص الغذاء العالمي الناجم عن الأزمة الأوكرانية، خاصة وأن كييف تعد أحد أكبر مصدري الحبوب في العالم. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تزيد من الصعوبات في جميع أنحاء العالم. وخلال لقائه وزير الشؤون الخارجية الهندي خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا، قال بلينكين إن العديد من التحديات التي يواجهها العالم والتي لها تأثير على حياة الناس تفاقمت بسبب العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، موضحا أن هناك تقريرا صادرا عن برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة صدر حديثا يؤكد أن 71 مليون شخص آخرين يعيشون الآن في فقر نتيجة للأزمة الأوكرانية. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الولايات المتحدة تحاول إجبار العالم بأسره على التخلي عن مصادر الطاقة الرخيصة. وفي مؤتمر صحفي عقده في مدينة دنباسار بإندونيسيا، شدد لافروف على أن روسيا مستعدة للوفاء بجميع التزاماتها بشأن إمدادات الطاقة الرخيصة، مؤكدا أن الولايات المتحدة تجبر أوروبا وبقية العالم على التخلي عن مصادر الطاقة المتاحة الرخيصة والتحول إلى موارد أغلى بكثير. وحمل لافروف الدول الغربية مسؤولية أزمة الغذاء التي يشهدها العالم. انتقدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك موسكو، معتبرة أنها تعارض الحوار مع شركاء دوليين، وذلك بعد أن غادر نظيرها الروسي سيرجي لافروف القاعة أثناء إلقائها كلمة خلال اجتماع لمجموعة العشرين. وقالت بيربوك إن لافروف غادر الجلسة الأولى في منتصفها وتغيب عن جلسة ثانية، ما يظهر بشكل أوضح أنه غير مهتم بالتعاون الدولي أو الحوار مع الشركاء الآخرين في مجموعة العشرين. Dafür braucht es viel Geld. Daher ist es wichtig, dass eben die bunte Vielfalt der Staaten. كانت اليابان قد أعلنت وفاة رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي متأثرا بإصابته بطلقات نارية. وتعرض شينزو آبي فجر اليوم لإطلاق نار خلال تجمع انتخابي في مدينة نارا غرب البلاد، نقل على إثر الحادث للمستشفى فيما لم تفلح الجهود لإنقاذه.
كشفت وزارة الدفاع الأمريكية عن إجراء اتصالات أمريكية صينية على مستوى رفيع من أجل بحث سبل التقليل من المخاطر الاستراتيجية. وفي بيان لها أوضحت وزارة الدفاع الأمريكية أن رئيس الهيئة الأركان المشتركة الأمريكية أجرى محادثات مع نظيره الصيني الجنرال لي تشينغ من خلال تقنية الفيديو كونفرنس، تناولت سبل تحسين الاتصالات وقت الأزمات وخفض المخاطر الاستراتيجية. وأكد الجنرال مايلي على ضرورة فتح خطوط الاتصال بين الجانبين ومشاركة قيادة الجيش الصيني في حوار موضوعي بشأن سبل تحسين الاتصالات وقت حدوث أزمات والعمل من أجل التقليل من المخاطر الاستراتيجية. أعلن الجيش الصيني إجراء تدريبات عسكرية مشتركة ودوريات وتدريبات قتالية في البحر والمجال الجوي حول تايوان في الآونة الأخيرة. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصيني أو شيان إن التدريبات التي أعلنتها قيادة مسرح العمليات الشرقي في جيش التحرير الشعبي جاءت ردا على التواطؤ والاستفزازات من قبل الولايات المتحدة وتايوان. يتطلع نحو 12 مرشحا إلى أن يحلوا محل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي استقال من منصبه. وبدأت المنافسة بعدما أعلن جونسون أنه سيتنحى عن منصب زعيم حزب المحافظين ورئيس الوزراء البريطاني بعدما قدم أكثر من 50 وزيرا بالحكومة استقالتهم وأبلغه نواب البرلمان أنهم لا يريدون بقاءه في المنصب. بين عشية وضحاها أغلقت صفحة رئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون ليبدأ فصل جديد وماراثون آخر نحو من يخلفه في صفوف حزب المحافظين. ودون انتظار موعد انتخاب زعيم محافظ جديد مقرر الأسبوع المقبل، أكد النائب المحافظ توم توغنهات رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان ترشحه ليصبح أول المسؤولين الذين يفصحون عن نيتهم خوض السباق بعد أقل من 24 ساعة على رحيل جونسون. وزير الدفاع في حكومة جونسون بن والاس أصبح من المرشحين المحتملين لخلافة الرجل الذي أخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. جونسون أعلن في بيان استقالته أنه سيبقى على رأس الحكومة حتى انتخاب من يخلفه. المعارضة وبعض الأسماء البارزة في صفوف المحافظين نددوا بقرار جونسون البقاء في رئاسة الحكومة حتى تعيين خلف له، لكونهم يرغبون في رحيله على الفور، خاصة بعد استقالة أكثر من 60 وزيرا ومسؤولا خلال الأيام الماضية. معهد يوغوف أجرى استطلاعا للرأي أوضح أن 77% من البريطانيين يرون أن جونسون كان مستحقا للإقالة. أكثر من عامين ونصف العام منذ تولي جونسون الحكومة وهو يواجه العديد من الأزمات، بداية من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ثم مواجهة فيروس كورونا المستجد ووصولا إلى الأزمة الأوكرانية حتى جاءت سلسلة الفضائح التي كانت القشة التي قسمت ظهر جونسون وحكومته وتسببت في خلو منصب رئيس الوزراء البريطاني. قال وزير البترول طارق الملا إنه جاري العمل على توصيل الغاز الطبيعي لعدد 420 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة. وأوضحت الوزارة أنه تم الانتهاء من توصيل الغاز في 118 قرية منها و183 قرية جاري تنفيذ الشبكات الأرضية فيها و119 قرية جاري تنفيذ الخطوط الرئيسية المغذية لها. أكد رئيس جامعة قناة السويس ناصر مندور أن القوافل الطبية مستمرة للشهر الثالث على التوالي لخدمة المواطنين في القرى الأكثر احتياجا، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأكد رئيس الجامعة أنه خلال شهر يونيو توجهت 6 قوافل طبية تشمل كافة التخصصات لخدمة المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا، موجها بضرورة الاستمرار في الدور التوعوي والتثقيفي داخل كليات الجامعة وخارجها. الجامعة بتهتم جدا بموضوع القوافل الطبية والقوافل حتى البيئية والصحي البيئي. احنا بننظم غالبا في العام فوق 50
قافلة طبية لجميع مناطق الإسماعيلية وقرى والنجوع في إسماعيلية، كمان بتطلع قوافل للشمال وجنوب سيناء ومحافظة السويس. الفترة السابقة كانت فترة نشاط بتاعت القوافل الطبية. أوصت جلسات الحوار المجتمعي التي عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بعدد من النقاط والمقترحات، ومن أبرز تلك النقاط إشادة القطاع الخاص باستراتيجية تنمية صناعة السيارات والمطالبة بإطلاق استراتيجيات مماثلة في قطاعات هندسية أخرى. وجاء في الفيديو الذي نشره مركز المعلومات حول جلسات الحوار المجتمعي لوثيقة سياسة ملكية الدولة للأسبوع الثالث على التوالي أن المركز استقبل هذا الأسبوع 4 جلسات أخرى حضرها أكثر من 80 خبيرا وممثلا عن القطاع العام والخاص لمناقشة أبرز التحديات والفرص أمام قطاع الصناعات الهندسية والنقل بأنواعه المختلفة النهرية والبحرية والبرية. تعمل الدولة على سرعة تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بكافة المحافظات لتحسين مستوى النظافة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين. وخلال مراسم توقيع عقد تقديم وتلقي خدمات الجمع المنزلي والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة لإحياء شرق وغرب مدينة شبين الكوم، أكد وزير التنمية المحلية أن الدولة بكافة وزاراتها المعنية بمنظومة المخلفات الجديدة تسعى بكل جهد لتحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع في مستوى نظافة الشوارع في إطار توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، ليشعر المواطن بوجود تغيير حقيقي في مستوى النظافة بالشارع المصري، مشيرا إلى المتابعة المستمرة من الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء لمستجدات تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات على أرض المحافظات. تحرص الدولة المصرية على التعامل الآمن مع لحوم الأضاحي ومخلفاتها خلال فترة عيد الأضحى المبارك. وفي هذا الصدد وجه وزير التنمية المحلية محمود شعراوي بتشكيل لجان تحت الإشراف المباشر للسادة سكرتيري عموم المحافظات للإشراف على التداول الصحي للحوم الأضاحي. وشدد شعراوي على ضرورة تخصيص أماكن إضافية مناسبة للذبح بجانب المجازر العمومية يتوفر بها الاشتراطات الصحية، كما وجه اللواء شعراوي بضرورة استخدام وسائل نقل يتوفر بها الاشتراطات الصحية لعملية نقل اللحوم إلى المستهلكين والتخلص الآمن من كافة المخلفات في الأماكن المخصصة لها قبل مرور 24 ساعة على وجودها من خلال قيام الشركات المتعاقد معها على جمع المخلفات. شددت محافظة القاهرة على مديرية الأوقاف بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم ونظافة الأماكن المعدة لصلاة عيد الأضحى المبارك، كما شددت المحافظة على تقديم النصح للمواطنين عبر الأئمة والخطباء ومواقع التواصل الاجتماعي بعدم الذبح بالشوارع وأمام المساجد وعدم التزاحم وقت الصلاة حرصا على الصحة العامة، مع ضرورة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء أداء صلاة العيد. ومن جانبها أشارت مديرية أوقاف القاهرة إلى أنه تم تخصيص 449 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى بالعاصمة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة المصلين. قال محافظ بني سويف محمد هاني غنيم إن هناك استعدادات كبيرة لعيد الأضحى المبارك هذا العام نظرا لطول الإجازة، كما أكد على تشغيل كافة المرافق الحيوية من المخابز والمستشفيات وكافة المرافق التي يحتاجها المواطن خلال الإجازة. طبعا احنا بنستعد استعدادات كبيره للعيد، وخاصه ان اجازه العيد هي اجازه طويله المره دي، فكنا بناكد على كافه المرافق الحيويه انها تفضل شغاله، اما طبعا المخابز والمستشفيات وكافه المرافق اللي بيحتاجها المواطن خلال فتره الاجازه، مع التاكيد على رفع حاله الطوارئ لحد نهايه الاجازه ان شاء الله علشان نضمن للناس ان هم ياخدوا عيد امن ما ينقصهمش اي حاجه. كمان اكدنا وراجعنا المخزون المحافظه من المواد التموينيه والبترول وغيره علشان نضمن إن شاء الله أن خلال العيد يمر العيد بسلام وكل سنة وأهل مصر بخير.
ما زلنا نتابع مع حضراتكم نفير حجاج بيت الله الحرام من جبل عرفات إلى المزدلفة، وانضم إلينا من الأراضي المقدسة موفد التلفزيون المصري إلى هناك عبد الله بركات. عبد الله، حج مقبول بإذن الله، صف لنا المشهد لديك الآن وحال الحجاج المصريين. نعم صحر، يمكن اللسان الآن من في عملية النفرة من عرفات إلى المزدلفة هو لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. منذ قليل بدأت عملية النفرة من عرفات إلى المزدلفة، حيث بعض جموع الحجاج يتوجه إلى المزدلفة مترجلا، والبعض الآخر يستقبل الحافلات التي كانت موجودة مع البعثات المختلفة. على مدار اليوم كانت بعثة حج القرعة وتحديدا وزارة الداخلية وهي المشرفة على بعثة الحج المصرية الرسمية تقوم بعمليات التنسيق والتكامل بين البعثات النوعية المختلفة من أجل ضمان نفرة ناجحة بعد النجاح الكبير في عملية التصعيد، حيث كانت الحافلات موجودة بالقرب من مخيمات الحجاج في عرفات ما أدى إلى سهولة عملية النفرة. أما ما نراه الآن هم جموع الحجاج الذي يصل عددهم إلى 1,000,000 حاج، من بينهم 20,000 حاج من حجاج المصريين يقومون بعملية النفرة. الحالة الصحية للحجاج على ما يرام، ولم تسجل أي حالة من حالات الإعياء، لكن على مدار اليوم كان هناك متابعة للحالة الصحية، كان هناك أيضا متابعة لحالة جميع الحجاج ورصد لهم من خلال ضباط وأفراد بعثة حج القرعة الذين الموجودين مع الحجاج في المخيمات المختلفة والذين قاموا بتنسيق عمليات النفرة. بعد عمليات النفرة وفجر يوم عيد الأضحى أو يوم النحر سيتوجه الحجاج إلى منى، وهناك المخيمات الموجودة في منى والمجهزة لاستقبال الحجاج والقريبة أيضا من جسر الجمرات، وبها كافة التجهيزات لإقامة الحجاج على مدار أيام التشريق. تنسيق وتكامل ونجاح كبير في عملية التصعيد، وأيضا نجاح مستمر في عملية النفرة إلى المزدلفة حتى هذه اللحظة، وكما ترى قريب إلى الخلفية جموع الحجاج الذين يقومون بالتوجه الآن مباشرة وفي هذه الأثناء إلى مزدلفة، سواء مترجلين كما نرى في الخلفية أو من الجهة الأخرى الحافلات التي تسلك طريق آخر بعيدا عن طريق المشاة. نعم، حج مقبول بإذن الله وعودة بسلامة الله إلى أرض الوطن. موفد التلفزيون المصري عبد الله بركات كنت معنا، شكرا جزيلا لك. والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة مع الزميلة رغدة أبو ليلى. أهلا بك رغدة. شكرا لكما سحر ناجي ويسر عبد الستار. إلى أخبار المال والأعمال محليا وأيضا عالميا. أهلا بكم. واصلت أسعار المواد الغذائية في العالم تراجعها في يونيو للشهر الثالث على التوالي مع تدني أسعار القمح لأول مرة، بحسب ما أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. هذا وتقلص مؤشر فاولة أسعار المواد الغذائية الذي يرصد التطورات الشهرية لأسعار سلة من المواد الغذائية الأساسية في العالم بنسبة 2.3% مع تدني معظم المؤشرات المتعلقة بالحبوب والزيوت النباتية والسكر في يونيو. في أسواق المعادن النفيسة صعد سعر الذهب على نحو طفيف مع انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية، حيث ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2% إلى 1744.7 دولارا للأوقية. أما محليا فقد وصل عيار 18 وصل إلى 852 جنيها للجرام، أما عيار 21 فوصل إلى 995 جنيها للجرام، عيار 24 1137 جنيها للجرام، أخيرا الجنيه الذهب وصل إلى 7960 جنيها.
في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط في معاملات متقلبة لتتجه نحو تكبد خسائر أسبوعية مع استمرار مخاوف تباطؤ الطلب بفعل ركود محتمل. وانخفض خام برنت القياسي 3% إلى 104.29 دولارات للبرميل. هبط خام غرب تكساس الوسيط 5% إلى 102.23 دولارا للبرميل. في المقابل انخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 48% لتصل إلى 3.65 دولارات للتر. كما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 17% لتسجل 6.13 دولارات لكل مليون وحدة حرارية. انخفضت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مع بدء التعاملات بعد أن عززت بيانات الوظائف التي جاءت أقوى من المتوقع الأمالة برفع كبير آخر لسعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق من الشهر الحالي. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 12% عند الفتح، وهبط مؤشر ستاندرد بورز 500 بواقع 37%، بينما انخفض المؤشر ناسداك المجمع بنسبة 1.1%. نهاية الأخبار الاقتصادية، عودة من جديد إلى سحر ناجي وياسر عبد الستار، إليكم. شكرا لك يا رغدة أبو ليلى. انتهت نشرة الأخبار وإليكم أهم ما جاء فيها. الرئيس السيسي ينعى ببالغ الحزن والأسى، رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو أبي إثر وفاته في عملية اغتيال غادرة. رئيس السيسي يتبادل التهنئة مع زعماء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. حجاج بيت الله الحرام يؤدون ركن الحج الأعظم بالوقوف أعلى جبل عرفات. بهذه العناوين انتهت نشرة أخبار السادسة. كل عام وحضراتكم بخير وإلى لقاء جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء.